اليوم اقوى مباراة في الدوري، ايش رايك امر عليك ونروح الملعب؟ والله ودي عبد الرحمن، بس اليوم بالذات بصراحة ما اقدر. لا تقول لي خطيبتك. وش اسوي يا اخي؟ مشكلة موعدينهم هي وعمتي عشان نروح السوق، وبعد الحردين. الكتاب باين من عنوانه. وش قصدك؟ لا ما قصدي شيء، بس الزواج هم وغم وبلا. وانت مسوي اللي فيها فيلسوف يعني، انت اصلا وش دراك في الزواج؟ يا اخي انا احبها، بعدين انت تعرف وش يعني الحب. لا ما اعرف الحب. اذا لو سمحت خلك بشغلك احسن لك، وخلني اكمل شغلي. اقرأ. ايش هذا؟ اقرأ برج القوس شنو كاتبين فيه. احذري حبيبك يتظاهر بالعواطف. زين يعني ونطلب؟ تقدر تقول ايش معنات هالكلام؟ ليش يعني؟ كلام ابراج يعني، وش معناته؟ خسارة فيك، خسارة فيك كل المشاعر اللي اعطيتك اياه. سارة؟ هذا كلام ابراج يعني، اكيد في شيء خطا مطبعي مثلا. بعدين معقوله اني اتظاهر بحبي لك؟ خالتي شو فيها؟ كلميها وش فيها؟ ايش اقول بعد اللي انقال وانكتب في الجرايد؟ اذا ما تحبها ليش تخطبها؟ يا سارة يا حبيبتي، هذا كلام ابراج يعني، اكيد في غلطة مطبعية في برج القوس هذا. خلاص ما لي داعي تدافع عن روحك اكثر من كذي. قول انك تمثل طول الوقت، انا اللي تعبت روحي وحبيتك. خلاص كل شيء واضح ومكشوف، لا تكذب علي اكثر من كذي يا سلطان. سارة، سارة خالتي شو فيها؟ كلميها قولي لها اي شيء. انا قلت لها برج الجوزاء ما ينفعها، فاهم؟ لو سمحتي هذا مكتب كاظم؟ قصدك مكتب البروفيسور كاظم؟ ايه هذا مكتبه. طيب انا اريد اقابله. في موعد؟ لا ما في موعد، بس انا عندي موضوع مهم بالنسبه لي ولازم اقابله. طيب ممكن تستريح الى ما اخلص من البرنامج. اي برنامج؟ اوه نسيت اخبرك، التلفزيون مشرفنا اليوم في تسجيل برنامج عن التنجيم وعلم الفلك مع البروفيسور، بس اول ما بيخلص راح اخبرك. تفضل استريح. تشرب شيء؟ مسار الإنسان في الحياة يحدده تاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة، عشان كده في تفاوت بين شخص وآخر في الذكاء في القدرة في الحظ، ودي نقطة هامة. الوقت متأخر، أنا صار لي ساعة أنتظر هني، الأستاذ بعدين مشغول؟ بالعكس هو اليوم مو مشغول، بس عنده هالمقابلة ويخلص. تشرب شاي؟ يا بنت الناس، أنا ما أريد أشرب شيء، أنا أريد أقابل البروفيسور كاظم، ممكن؟ بعدين آخرتها مع هذا، أنا يخليني موضع شبهة. يا أستاذ، تشرب شاي؟ أنا أخاف أنتوا فاتحين مطعم الأبراج اليومي وأنا ما عندي خبر. ما نستغربش لما نلاقي واحد الحظ معاه وبيخدمه في كل شيء، واحد تاني الحظ بيخزله في أي شيء. علم النجوم بحر واسع ومحتاج حد يبحر فيه ويغوص جواه لحد ما يفهمه. Thank you.
طارق كلمته؟ ما طاعت. البنية زعلانة ومصدومة. طبعا زعلانة ومصدومة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سلطان، انت السبب. سلطان هو السبب؟ اي نعم. لا سلطان السبب. عجب من السبب؟ انت السبب. ايش؟ نعم انت السبب. انا السبب؟ نعم. انا ايش سويت؟ هذا بوق الدامجة. ترستي عقلها بذا الفناجين وقراية الفناجين وقراية الكفوف وقراية الابراج وقراية النجوم، حتى الابراج وصلتوا لها. ابراج ونجوم وصلتوا لها. لا اله الا الله، لدرجة ان البنية تعتقد ان السلطان كذاب ونازل بعده. كثير من الناس لا تعير هذا العلم اهتمام، وده ناتج عن جهل. وهنا احب ان اشير الى نقطة هامة. علم الابراج لا يعتمد على توقعات عشوائية، لا، إنما يعتمد على توقعات مبنية على استخدام دلالات فلكية وحركة الكواكب التي تحدد شخصية الإنسان وسلوكه وما يصدر عنه من أفعال وردود أفعال. عذرا على التأخير، طولنا معاك بروفيسور، تحملنا شوي. على عيني، المكان مكانكم. مساء الخير. مساء الخير. الأستاذ كاظم؟ أيوه أيوه. ممكن من وقتك شوي؟ أنت تبع التلفزيون؟ لا لا، أنا موضوعي مختلف. طب تفضل، تفضل، بس أرجوك ما تضيعش وقت عشان عندي مقابلة مع التلفزيون زي ما أنت شايف أهو يعني. طيب، حديث الأبراج اللي في الجريدة هذه، أنت كاتبه؟ أنا اللي كاتبه. إيه أنت دي؟ لا لا، أقصد حضرتك الكلام اللي كتبته في برج الجوزاء خلى خطيبتي تقطع علاقتها فيني. وهالشي ما يجوز. والمطلوب تصلح غلطتك، انت السبب. اصلح الخطأ ازاي يعني؟ في عندي واحدة من الثنتين. يا اما انك تكتب لي شهادة موقعة منك تثبت باني انا ما انتمي لبرج الجوزاء، وبالتالي تنتهي شكوك خطيبتك فيني، او انك تغير الكلام اللي كتبته في برج القوس و تكتب كلام كذا، كلام حلو يلطف الجو بيني وبين خطيبتي. يعني انت عايز تمشي علم الفلك والابراج على هواك زي ما انت عايز. بسيطة. ده يبقى غش. ده غش. لا حضرتك فهمت الموضوع غلط. بالعكس، هذا موقف انساني منك، تصلح الموقف اللي تسببت فيه. يعني بالله عليك، من وجهة نظرك الافضل انه خطيبتي تظل زعلانه مني، ولا انها تتصالح معي بسبب الكلام اللي كتبته؟ وبعدين بعدين انا خطبها من فتره، يعني حرام بنت زوج قريب. ومصداقيتي قدام نفسي وقدام الناس، ما فكرتش في ده؟ لا طبعا انا فكرت الموضوع. يعني لا، وعندي اللي يرضيك. ايه بقى اللي يرضيني؟ يعني عندي شيء حلو كده يرضيك. ايه هو الحلو ده؟ هذا مبلغ بسيط تصلح الغلطة اللي تسببت فيها بالكلام اللي كتبته. ايه ده؟ انت جاي تلشيني في مكتبي؟ يا مستهتر، بطل سخرية من علم الابراج والفلك، اطلع برا. لا ما تفهم. اطلع برا. بس في برا 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 يا مستهتر، يا مستهتر. بعد إذنك برا برا. وطردك؟ وهددني بعد. هذا كله من عمتي، هي السبب. أصلا سارة ما إلها أي علاقة في علم الفلك والأبراج، وعاد مسكينة تراها قاعدة في البيت ما عندها أي شغل. قلت أنا أشتري لها جرايد، ها، تتسلى بهن. ومن يومها
ما عندها سالفة غير الأبراج والنجوم، وتتابعهن كلمة كلمة حرف حرف. زين يا أخي أنا عندي حل، اتصل فيها خطيبتك وفهمها بالموضوع. المشكلة ما راضي تفهم، وهذا مسج منها عشان تتأكد. شوف، تطلب مني لا اتصل فيها ولا أرسل لها أي رسالة. هذه عمتي، لحظة. ألو؟ هلا عمتي؟ كيف؟ سارة خلعت الدبلة؟ زين ليش؟ شو صاير؟ هذا كله من علم الأبراج. علم الأبراج؟ قوس القوس 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 القوس. احذري محاولة تضليلك من برج الجوزاء بقصد العدول عن موقف سابق. استمري واصلي، الحياة لا تتوقف عند موقف واحد. هادية يا أخي، الحين اتأكدت ان هذا كاظم مستقصدني، بس انا ليش مستغرب؟ ليش يا اخي؟ هدي، خلك انسان عاقل يا اخي، هدي. لو سمحت الحين اريد اعرف رئيس التحرير بيجي اليوم ولا لا؟ يوصل ان شاء الله، كلها نص ساعة بيوصل. انا اريد احكي له عن مشكلتي بسبب كاظم والابراج اليومية اللي يكتبها في جريدتكم. هذا دائما يحاول انه يعني يخرب علاقتي بخطيبتي. صلى على النبي، كل شيء بتصلح. لا حول ولا قوة الا بالله. يا بنتي ترى هذا البكاء والصياح ما يفيدك. سلطان يحبك ويريدك، وما تخلي الشيطان يدخل ما بينكم. يلا قومي الحين ورجع الدبلة حاله. قومي قومي. لا يا ابوي، سلطان ما يحبني، هو كان يبي مجرد زوجة وخلاص. خلي يعترف لي، يريح روحه وريحني معاه. يا بنتي انا ما دافع عن سلطان، لكن صدقيني انا متاكد اني احبك. لا يا ابوي، انت لو تقرا الابراج كان بتفهم كل شيء. حتى تشوف، اقرا اقرا وبتعرف كل شيء. ايش اقرا يا بنتي؟ انا حتى لو قريت ما افهم هذه الابراج، لاني ما امن فيها، ما امن في هذه الابراج. تفضلي. خلاص انا افهمك. الابراج تقول ان سلطان ما يحبني، وانه هو كذاب وطلعني بعد. تعرف ليش؟ انا برج القوس وهو برج الجوزاء، وهالبرجين مو متفقين، معناتها اللي صار كله تمثيل في تمثيل. يا بنتي المكتوب هنا كله تمثيل في تمثيل، ما اللي بينش بين سلطان. سمعي، هذول الجماعه ترى يكذبوا، كل كلامهم غلط في غلط، وما تصدقيهم، ما تامني فيهم. سمعتي؟ انت وزر عنك التنجيم والابراج، وروح رجع حق سلطان الدبله اللي خبرتك عنها. يلا بسرعه. لا يا ابوي، انا وايد اامن بالابراج، اامن فيهم. يا بنتي كذب المنجمون ولو صدقوا، وانت وراحتك خلي سلطان يروح عنك، وخلي الابراج هذه تنفعك. يلا يلا يلا، صحة وعافية. الله يعافيك. ما خبيش عليك، احنا ساعات كتير بيجينا مشاكل بسبب بروفيسور كاظم وصفحة الابراج. شوف، انا افضل انكم تغيروا البروفيسور كاظم هذا وتشوفوا لكم واحد ثاني يكون احسن. لا 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 لا، صعب. بروفيسور كاظم له قراء كتير وشعبيه كبيره وواسعه ومعروفه. انتوا مخطوبين من امتى؟ احنا سنتين صرنا مخطوبين، والسنه القادمه مقبلين على الزواج، لكن للاسف دخل على الخط البروفيسور كاظم. ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسك، كل حاجه ان شاء الله تصلح باذن الله، وانا بنفسي اشرف على توجيه البرج بتاعك. هنشوف. لا تجعل الشكوك توتر علاقتك العاطفية. يعني الأمور طيبة؟ طبعا، والرجال وعدني بأنه بيصلح الموقف، ورح يباشر في توجيه برج القوس يوميا. وبتتصالحوا بعد؟ طبعا بنتصالح أنا وخطيبتي، هذا شيء أكيد، لكن خلها بالأول أنها تتصل يعني. هذه تتصل ها؟ لحظة أرد عليها، ويحتاج أني أزعل شوية. ألو؟ بصراحة يا سلطان
أنا سأت الظن فيك. إيه بس كلام منك أنت كان المفروض تمر عليه. صج بصراحة أنا ودي أعتذر لك، بس على فكرة أنا مو متعودة أعتذر حق أحد، وأنا عارفة إن أنت قلبك كبير. صج مسامحني. خلاص عيل هات الدبلة. يا الله الحمد لله رب العالمين، الحين متراضين وما متزاعلين، ها والشيطان لا تدخلوا بينكم مره ثانيه. قول امين. امين, آمين يا رب العالمين. الله الحمد لله. عمي هو شيطان واحد بس، لو يبعد كان احنا بخير. لا لا ان شاء الله لا شيطان ولا زعل. زينب ابو قصدي زينب صحلي صحلي شويه خل نحس بخطوبه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الله لا يجيب بيننا زعل، والابراج خلاص احنا عاد ان شاء الله تكون في التمام. مره عمتي احنا رجعنا لسالفة الابراج، قصدها بيكون برج الصحوة. صحيح. الحمد لله رب العالمين، الله يديم بيننا هذه الضحكة الحلوة ان شاء الله. كيف مرتاحين مستانسين؟ ها الحمد لله. ضحكي 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 شوي عوضي عن بوصار. علم الفلك علم قديم وقد لقي إقبال واسع من بعض الشعوب مثل شعب المايا الذي استخدمه في التنجيم وقراءة البخت. وزي ما بيقولوا مفيش مطلق في فلسفة الحياة، لا راحة مطلقة ولا صحة مطلقة ولا سعادة مطلقة. والإنسان بطبيعته شغوف بمعرفة المستقبل وما يخبئه من أفراح وأحزان، وهنا لابد من البحث في الطالع والذي يحدده معرفة ساعة الولادة. وكلما كان تحديد موعد الولادة دقيق كلما كانت الحسابات والتوقعات أدق. بروفيسور كاظم، تعترض الناس الكثير من المواقف الغريبة، فلك أن تخبرنا عن أغرب موقف اعترضك في هذا الخصوص. والله المواقف اللي تعرضت لها كتير، لكن أغرب موقف بقى حصل لي من شاب جاني من كام يوم كده، وكان فيه زعل بينه وبين خطيبته لسبب ما، وكان عايز يرجع العلاقات من جديد وما هوش عارف بقى يعمل ايه. وبعدين طلب مني ان اكتب الطالع بشكل موجه ينمي ثقة خطيبته فيه من جديد. طلب غريب طبعا، لانه من حيث المبدأ ده يعتبر غش خداع ضحك على الدقون حتى ولو كان الهدف نبيل. العلاقات العاطفية يجب انها تكون مبنية على الصدق والصراحة والمصداقية، فطبعا رفضت، لكن اتفاجئت بيه انه بيقدمني رشوة صريحة. فعلا موقف غريب ومضحك، وهذا ان دل على شيء فان يدل على ان علم الفلك داخل في تفاصيل حياة الانسان. لكن بروفيسور، في اي برج ينتمي هو وخطيبته؟ اعتقد انه هو ينتمي لبرج الجوزاء وخطيبته لبرج القوس، وبتهيألي انه في صلة قرابة بينهم. ايوه هي بنت خالته. وبالنسبة للصفات الخلقية بروفيسور، هل هم مختلفين عن الآخرين أم أن علم الفلك غير داخل في هذه الأمور؟ علم الفلك مختص ونص. علم الفلك هو الذي يحدد العلاقة بين البشر وصفاتهم الخلقية أيضا. هذه هدية متواضعة مني، أتمنى أنك تقبليها. ما بي منك ولا شيء. زين ليش تعاملي هالمعاملة؟ انت انسان نصاب وخاين وتشذاب. خير سارة؟ شو صار؟ تسألني؟ اسأل نفسك. انا بعرف انت شو مانح للبروفيسور كاظم. كاظم؟ من يوم رايح انت بطريج وانا بطريج. الامانة المهنية تحتم علينا اننا نكون صادقين مع الناس. المسألة مش سهلة زي ما البعض فاكرها يعني.
لا، حسابات علم الفلك دقيقة جدا، وهي اللي بتحدد العلاقات بين البشر، وهي اللي بتحدد المسائل العاطفية. وأغلب الذين ينتمون لبرج الجوزاء عندهم شيء اسمه حب التملك، ومهما كانت الوسيلة. كاظم؟ وين بروفيسور الأبراج اليومية هذا مالكم؟ موجود أخي، ليش في شيء؟ أنا براويكم وش في. لو سمحت، لو سمحت أستاذ. زيتك تعب علي مكتبي من الاستئذان. ليه ما سمحت لنفسك تقتحم حياتك بدون استئذان؟ وأنا بدي أقول لك حاجة، خليني أراضيك. الحقوا